كيفاش نجيب مزيان في الدورة الثانية؟ هذا السؤال هذا تطرح عليا يعني من الناس بزاف اللي بغاوني نهضر عليه. دونك تابونا في القناة ونتلاقى مور الإعلان. مرحبا بك في الإعلان ديال كورس الاجتماعيات. إلا عندك السيزيام ولا باك علمي أو لا باك حر علمي، عندك باك ليبر علمي سيونتيفيك، التحق بهذا الكورس ديال الاجتماعيات اللي غيخلي عندك المادة متكاملة وتفهمها بسهولة. الكثير من الناس خدم معهم هذا الكورس وسهل عليهم المادة بامتياز. ثمن ديال الكورس وطريقة الدفع تواصل مع هذا الرقم على الواتساب يعطيك معلومات، أو لا دخل من الرابط اللي كاين لتحت وتواصل مع المكلف. بالنسبة للدورة الثانية، الدورة الثانية بغيتكم ديروا واحد الطريقة اللي زوينة اللي تخليكم يعني تفوكيسيو أكثر في المواد كاملين، يعني بطريقة اللي علمية ندوي على علم النفس. وهنا غنرجع بكم لواحد اللعبة تيديروها علماء الأعصاب، واللي هي باش كيرجعوا الإنسان اللي مريض بالزهايمر تيرجعوا ليه الذاكرة شوية بشوية. هاد اللعبة كتسمى ركز على 4 ديال التفاصيل، تياخدوا من الأقرباء ديالو شي قصص وقعوا معاه، وكل قصة تياخدوا منها 4 ديال التفاصيل باش يبقى يعقل عليها، باش يعقل على ديك القصة ب4 ديال التفاصيل. دابا أجب الهضرة على هاد الشي للدورة الثانية، وداكش اللي بغيت نقول لك هو ركز على 4 المواد في النهار. هذا الرقم 4 سحري، دونك خدم به في الدورة الثانية. كل نهار ركز على 4 ديال الحوايج، وبما ان انت عندك في القرايه المواد فركز على 4 المواد. وفي الليل سول راسك على التفاصيل اللي خديتي اليوم، هاد 4 ديال التفاصيل اللي هما 4 المواد. فهكا غتمشي مجهد في الدوره الثانيه. وهادشي اللي بغيت نقول في هذا الفيديو هذا. نتلاقاو في الفيديو الجاي، الى اللقاء. ما تنساش تابوناو في الانستغرام وفي القناه ان شاء الله.